في البداية كنشكروا إذاعة أصوات هذه الجريدة التي تحضر معنا في هذا اللقاء المتميز الذي تنظمه الجمعية المغربية للثقافة والإبداع. هذا اللقاء الذي يحتفل بالذكرى الأممية للاحتفال بالمرأة هو لقاء ثقافي بامتياز. الجمعية حملت شعار هذا الملتقى هو دعم المرأة المبدعة التي تبدع في مجالات مختلفة وفي ميادين متعددة، ولكن ركزت الجمعية في هذا اللقاء الذي يصادف اليوم العالمي والأممي للاحتفال بالمرأة هو الاحتفال بالطاقات النسوية المبدعة والتي أعطت ولا زالت تعطي للمجال الثقافي الكثير. وتحضر معنا في هذه الأمسية الثقافية بامتياز العديد من الشاعرات بمصاحبة شعراء كبار من مختلف المدن المغربية، حيث حجت إلى هذه القاعة التي هي المركب الثقافي بمدينة توريرت مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي. فشكرا لأصوات التي تغطي وتواكب دائما المحطات واللقاءات الثقافية، وخير دليل هو وجودها معنا منذ البداية إلى نهاية هذا الحفل. ونتمنى من جميع الهيئات الفاعلة الجمعوية داخل الإقليم أن تواكب الإبداع وتشجعه وتحتفل به. وكذلك نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية. ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن كنا في صدد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة التي قامت به الجمعية المغربية للثقافة والفنون، وكان حفلا ناجحا بجميع المقاييس. تلاحمت فيه العلاقة ما بين المرأة والرجل ومؤازرة الرجل للمرأة، وبحضور شاعرات من بعض المدن المغربية ومدينة توريرت، وبعض الشعراء الذين زاروا المدينة من الناظور ومن وجدة ومن تازة. فكانت للكلمة للحرف كان له كلمة، وكان للمرأة كلمة، وبهذا تكون المرأة على مسار المسار الحقيقي للنضال الذي هو منوط بها والمطلوب منها حقا لانتزاع حقوقها. هنيئا للمرأة المغربية، هنيئا للمرأة المبدعة، هنيئا للمرأة الشاعرة، وهنيئا لنا بالجمعيات الموجودة بمدينة توريرت التي تؤازر الثقافة والإبداع بهذه المدينة. شكرا لأحمد السمحي، شكرا للجمعية، وشكرا لأعضائها الذين جمعوا هذا الإبداع المتنوع من نساء ورجال. شكرا للجميع. أحمد السمحي من مواليد 1952، رئيس جمعية الآفاق فنون الشعبية سابقا، والآن رئيس الجمعية المغربية للفن والثقافة بإقليم توريرت. وهذا الملتقى وهو الملتقى الثالث للمرأة المبدعة بمدينة توريرت. فالمجهودات الجبارة اللي تقوم بها المرأة، أرادت الجمعية أن تكرم بعض النساء المختصات في جميع الميادين كالرسم، كالخياطة، الشعر وغير ذلك. فهذا دليل أننا كيبين المرأة المغربية وبالخص التوريرتية أنها عندها موهبة، ولكن المشكل وهو خص الدعم من طرف المسؤولين باش يواكبوا هاد المهن اللي كتقوم بها المرأة المغربية. فهذا الشيء ما أقول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.